شاركت مملكة البحرين جميع دول العالم في الاحتفال لليوم العالمي للطفل في 20 من هذا الشهر اللي هو كان يوم الجمعة، تحت شعار الأطفال يتولون المهمة ويحولون العالم إلى اللون الأزرق. وينضوي تحت هذا العنوان عدة مضامين، لعل أهمها الالتحاق بالمدارس حول العالم وأن يكون الأطفال آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم. ويعاد هذا اليوم من الأيام المهمة جدا في تاريخ الطفولة، حيث أصدرت به الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 89. ويتميز الاحتفال بالذكرى السنوية 31 لاتفاقية حقوق الطفل هذا العام بأهمية كبيرة، حيث تسببت أزمة جائحة كورونا في بروز أزمة في مجال حقوق الطفل عالميا، فعقبات الوباء على الأطفال مباشرة وربما امتدت مدى الحياة إذا لم تعالج. ويختلف الوضع في مملكة البحرين، حيث نفخر بالاهتمام الذي أولته الحكومة الموقرة لحقوق الطفل والذي تجلى بإنجاز مجموعة من حزم التشريعات بهذا الخصوص. ويعد قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 من أهم التشريعات الضامنة لحقوق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة وأخطار المرور، إلى جانب قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، بالإضافة إلى تشريعات عديدة متعلقة بالصحة والتعليم والحضانة الأسرية ورعاية المعاقين ومنع الاتجار بالأشخاص. لقد احتل مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة جل وقت لجنة المرأة والطفل في المجلس لصيف هذا العام، وينص على إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية وتنظيم العقوبات البديلة وإلحاقهم ببرامج تدريبية أو تأهيلية أو تربوية، إلى جانب مواصلة مراكز حماية الطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية دوره في حماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن الحالات. وعلى الصعيد التعليمي، فقد عززت البحرين من صدارتها للدول العربية في توفير التعليم للجميع ضمن الدول ذات المؤشر العالي وفقاً لمنظمة اليونسكو، ورفع نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية بنسبة 100% ونجاحها في استدامة العملية التعليمية عن بعد وعبر البوابة التعليمية والقرارات المتعلقة بالأمهات العاملات خلال الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الأطفال وتوفير جو أسري يشعرهم بالأمان والاستقرار ويحميهم من العواقب النفسية للجائحة. فالبحرين تشهد اليوم بفخر إنجازات استثنائية في مجال حقوق ورعاية الطفل لتكون ضمن منظومة متكاملة من السياسات والبرامج والتدابير التشريعية والقضائية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبدعم من السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء الموقر حفظه الله. وشكراً.